نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يريد أن يتزوج زواجا ثانيا، الله يوفقه، ويخشى من والده لأن والده يرفض ذلك الزواج الثاني. الزواج الثاني أخي الحبيب طبعا طاعة الوالد واجبة ما في كلام، والزواج الثاني له 5 أحكام، إما أن يكون واجبا أو أن يكون مندوبا أو أن يكون حراما أو أن يكون مكروها أو أن يكون مباحا. فإذا كان دون الواجب فطاعة الوالد هنا أولى لك، جزاك الله خير. نعم، فهو بيقول يريد الزوج حتى يحسن فرجه، يعني الزواج في حالته واجب هنا فلا بأس أن يتزوج ولا يخبر الوالد. يقول أحد الرقاء، فين طيب دي أجبنا عليها أثناء الدرس.